حمدان حمدان بقى ديب سهران يا سعادة الباشا هارون بيه. بتقول ده على ولدي في وشي؟ عشان خايف على جنابك. خايف عليا من ايه؟ من ولدك جناب العمدة. انت بتقول ايه؟ انا ما كنتش عايز اقول ولا اجيب سيرة الموضوع ده واصل عشان ما تقولش جنابك اني بجسيك على ولدك، يعني عشان اللي عمله فيه. قول يا عياش اتحدد. بقول لك انا لما قعد معايا جنب العمدة وحشش معايا اول مرة زي ما جنابك امرتني هرتل بكلام كتير عنك. ايوه كلامي يعني قال ايه؟ لا ما اقدرش انطق عشان ما اكرهكش في ولدك يا سعادة الباشا هارون بيه. لا اله الا الله، قلت لك اتكلم. هو قال لي انه مستني اليوم اللي تموت فيه عشان يورثك، عشان جنابك حرمه من مالك ومتبغدد فيه لوحدك، وكمان عشان جلدته ولا خدام من خدامين السرايا. حمدان قال لك كده؟ والله العظيم قال لك كده. خلي بالك من نفسك يا سعادة الباشا هارون بيه، ما تأملش لأي مخلوق حواليك حتى لو كان من لحمك ودمك. معقول يا حمدان بكتيب سهران للدرجة دي؟ أول ما عوزتنهش في لحم أبوك تتمناني الموت يا حمدان عشان تورثني؟ أنا من عارف تركك بتخطط تدبر في السر عشان تقتلني زي ما عملت مع اخوك يحيى، ولا يكون عياش بيكذب علي وعاوز يقسيني على ولدي ويربي عداوه بناتنا بسبب اللي عمله حمدان فيه. بس برضك يمكن عياش ما قالش غير الحقيقه. جنيت انا عجلت وعرفت اني لازم اقتلك واشرب من دمك عشان اخد فلوسك اللي حربتني منها طول عمري. انت بتقول ايه؟ بقول اللي سمعته. ايه عايز ايه تاني؟ عاوز تعمل فيا ايه تاني؟ للدرجه دي بتكرهني يا ايوه بكرهك وجي اليوم اللي انتقم فيه منك عشان اخلص منك. قوم. ما تقول ايه للحكومه يا ولد لما حدق في موتي؟ اقول ايه يعني؟ اقول ان يوسف جه وشنكك زي ما كان عاوز يعملها قبل سابك. قوم قدامي. قوم. اقوم فيه. اقوم فيه. حمدان. تعملها يا حمدان وتقتلني عشان تورثني؟ بدك تنتقم مني بسبب اللي عملته فيك؟ ما
اتفضل يا ابوي. يا اخي احنا ما رضيناش ناكله الا لما تيجي وتاكل معانا يا عمي. وانا عامله لك الحمام المحشي فريك والبط اللي بتحبه. انت نمت للعصريه يا جدي، كان نجلكت في العشيه والنوم طار من عينيك. يلا يا ابوي يلا انا والشفا. مش بعيد تكون حاطط لي السم في الوكل يا حمدان. ايوه صوري في الحمام المحشي والبط اللي مرضك عاملهم لخصوصي، تلقاها مشاركاك في اللي ناويلي عليه. انا عارفها، خبرها زين. مالك ابوي فيه؟ لا مفيش، انا مسافر مصر مره واحده بدي. طب كلهم الاول بعدين. سلام. وفي ايه؟ يا نافوخي يا بوي. يا نافوخي نافوخي هتطق يا ناس وهتطق. ليه يام؟ ليه؟ أبوك أبوك كسب القضية اللي رفعها علي عشان يشوفك. بس أنا مش عاوز أشوفه يا أم. بس هو هيشوفك، هيشوفك غصب عني وعنك. أبوك ما رفعش القضية دي عشان هيحبك أو توحشه، لا ده رفع القضية دي عشان يكدني، عشان يكدني. أنت هتتصنطي علي يا بيه؟ ما شايفاش الشغل اللي وراكي؟ ليه يا ابله هنيه؟ ده انا ما بطلت الشغل من الصبح، وبعدين ابويا جايب لك خدامه. هتردي عليا يا بيه؟ هتردي عليا؟ هتردي عليا يا بيه؟ اقتلك يا بيه؟ اقتلك يا بيه؟ يا ابويا يا ابويا ماشي ماشي يا احمد، انا ما اخليكش تشمت فيا حتى لو ده كلفني موتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ممدوح؟ زين يا بوي. انت زين ولا ممدوح؟ خير يا هنية، مالك؟ عاوزاك تجيب لي طبنجة. طبنجة مين؟ طبنجة ليه؟ من غير ليه؟ انت تقول حاضر، طيب، نعم وبس. حكم انا عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي دلوقتي، فاهم ولا ما فاهمش؟ فاهم. ألف مبروك يا أحمد. الله يبارك فيك يا حبيبتي. أنا مستغربة إن يحيى كسب القضية بالسرعة دي. أي من ناحية القضية مش مستاهلة قوي، ومن ناحية تانية ما تنسيش إنه برضه محامي شاطر. يا أمي لما تعرف هتنبسط قوي. ربنا يجينها بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت هتنفذ الحكم متى؟ يوم الجمعة الجاي. بس ده يوم يوسف وفاطمة اللي بيتفسحوا فيه. معلش بقى يا رشيدة. وبعدين بقول لك ايه؟ ما الولاد ممكن يجوا معايا وانا رايحه. لا انا ولادي هيفضلوا هنا في البيت. ابقى فاستح ولدك لوحدك. انت ما شفتش اخر مره جه عمل ايه في العيال؟ معلش بكره يكبر ويعقل ويفهم كويس ان دول اخواته وانه مالوش غيرهم. رايحه فين؟ شبعت.